بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حلف 981 فول 2. أحببت أن أشارك معكم لعبة جميلة جدا لما يسمى بـ Augmented Reality أو باللغة العربية إن شئنا أن نقول يعني الواقع المحسن. هي لعبة يعني واقع افتراضي صراحة. يعني هذه اللعبة بمجرد مثلا أن تقوم بوضع أو يعني وضع الكود الذي سوف تجد رابطه أسفل الفيديو على ورقة مثلا تقوم بطباعتها، أو فقط إذا كنت لا تريد يعني طباعة يعني هذا الكود ففقط تفتح يعني الصورة التي بطبيعة الحال بها هذا الكود الذي سوف تجدون رابطها أسفل الفيديو. يمكن لك يعني توجيه إليها يعني هاتفك وفتح التطبيق الخاص بهذه اللعبة الذي هو غير موجود في بلاي ستور، رابط سوف تجدون أسفل الفيديو، وبذلك يمكن لك يعني تلعب كرة سلة جميلة جدا وكأنها يعني لديك في البيت. فيمكن لك صراحة إذا كنت قمت بطباعة الورقة أن تقوم بلصقها في الحائط في أي وقت يعني تريد لعبها. فقد تفتح التطبيق وسوف تشاهد معي الأشياء التي سوف تشاهدها الحين. فلاحظوا معي كسبيل المثال سوف أضعها في هذه الزاوية، لكن قبل ذلك يعني علي سوف أقوم أولا بفتح التطبيق الخاص باللعبة كما سوف تشاهدون. أولا يعني بعد أن تقوم بتثبيته ففقط يعني افتحه ثم اضغط على خوغر يعني أو اللعب هنا كما سوف تشاهدون. ولاحظوا معي ما الذي سوف يلتقط، يعني سوف يلتقط كرة السلة بمجرد توجيه يعني الهاتف إلى هذا الكود الذي قمنا بطباعته على الصورة أحبابي في الله، ويعني تستطيع مباشرة لعبها كما تشاهدون. يبيع صوت أيضا يمكن لك الاستمتاع صراحة، وبها مستويات كثيرة جدا كأنها لديك في البيت. يعني سوف أقوم بوضعها في الحائط وسوف نشاهد هذه الأشياء جميعا أحبابي في الله. طبعا يعني ايضا كما ذكرت يعني اذا كنت لا تريد يعني ان تقوم بطباعة الصورة، يعني تريد تجربتها قبل ان تقوم بطباعة الصورة او الكود، ففقط وجهها الى حاسوبك بعد ان فتحت يعني الصورة التي عليها الكود، ثم يعني قم بفتح التطبيق واضغط على خوغر اي اللعب، ثم كما سوف تشاهدون يتم التقاط يعني الكود ويتم تحويله إلى لعبة واقع افتراضي. وهذه اللعبة أيضا تستطيع لعبها صراحة بالنظارات الواقع الافتراضي من جوجل يعني الكرتونية إلى غير ذلك، فشرحنا من قبل كيف تصنعها كما تشاهدون. لعبة رائعة جدا سوف تستمتع بها، بالتالي سوف أقوم بوضعها في الحائط وسوف نشاهد أحبابي في الله. طيب الحين كما تشاهدون قمت بلصق يعني الورقة على الحائط وأستطيع لعب في أي وقت يعني هذه اللعبة على هاتفي وكأنني أعيشها يعني في بيتي، حتى وكأنها موجودة في بيتي فقط بفتح يعني كما ذكرنا التطبيق بالضغط على خوغر. لاحظوا معي فأصبحت لدي لعبة على الحائط، يعني أستطيع لعبها كما تشاهدون أحبابي في الله. أرفع الصوت هذا معي شيء يعني رائع صراحة. يمكن لك النوم يعني على سريرك وتوجيه هاتفك إلى هذه اللعبة والاستمتاع بها. مستويات كثيرة، هذا هو المستوى الأول تسجل كما تشاهدون. هذا ما أريد يعني أقترح عليكم في هذا الفيديو. أتمنى أن الفكرة قد عجبتكم. طبعا الحال لعبة واقع افتراضي تستطيع الاستمتاع بها في هاتفك يعني في منزلك وكأنك يعني تتوفر عليها كما تشاهدون. وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو لبونتيغلي 5.com والإيميل صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981full. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.